خصنا نكونوا اللي كيقول صراحة، بانه فقط اجراءات وعندها تكلفه على القدره الشرائيه مع المواطنين ومع انفسنا ومع الراي العام. انا بالفعل كنقول بان هذا الاصلاح كان عنده وقع على جيوب المغاربه، ولكن شكون هما المغاربه اللي كان عندهم؟ هو اللي عنده الطوموبيلات 300 مليون، اللي عنده الرويس روس وعنده الجاكوار. ما تقوليش العلامه التجاريه السيده شرفات، السيارات الفاخره والفخمه الفارهه والفاخره، هذوك هو الواقع اللي الدوله اللي حيدت لهم. لان في الواقع شكون اللي كيستفد من هذا الدعم؟ ماشي الطوبيس كيتمشي لا خليني بالطوبيس، شحال هو الطوبيس؟ هو 10% 10% الناس اللي محتاجين هما اللي كيستافدوا من صندوق المقاصه، و 90% كلهم ناس في غنى عن مساعدة الدولة ودعم الدولة، منهم شركات ووسطاء ديال التخزين والتوزيع ديال البترول، منهم ناس اللي عندهم لي السيارات ديال 15 ولا 10 ديال الخيول الى اخره. واش هاد الشريحه هذه ديال 90% الناس والشريحه اللي كتستافد بحاجه الى دعم الدوله؟ انا اقول بان الاصلاح صندوق المقاصه ولا تختلف فيه لا اغلبيه ولا معارضه، هو اصلاح حتمي وضروره مباشرته، والحكومه امام خيارين لا ثالث لهما، اما ان نستمر في هذا العبث وان نشوف الدوله تنهار والاقتصاد الوطني ينهار، واما ان نتحمل مسؤوليتنا امام المواطنين وان نباشر الاصلاح. والحكومه كانت لها الشجاعه ان تضع يدها في الفرن، في الفران ديال 500 درجه وبدون قفاز على احد تعبير احد الصحفيين في هذه المساله، وباشرت الاصلاح وتمكنت انها توفر للدوله 28 مليار، وهذه 28 مليار ما داهاش رئيس الحكومه ولا وزير الماليه في الجيب ديالو ومشى، توجهت الى الاستثمار، توجهت الى النقص من الميزانيه، توجهت الى دعم المنظومه الاجتماعيه والفئات الهشه عبر برنامج تيسير ولا الارامل ولا الطلبه. هذا الشيء ماشي شيء الهين، وهذا الشيء صوتوا عليه انتم داخل المؤسسات التشريعيه، وخصكم تنوهوا به، لانه ماشي نتاج فقط ديال العمل الحكومه ولكن نتاج ديال الجميع. نحن الان بصدد بناء منظومه ديال المساعده الاجتماعيه بحاجه الى تضافر الجهود ديال الجميع، اغلبيه ومعارضه، وهذه ماشي مساله سهله. انا اظن بان هذا الشيء ما خصناش نهائيا ندخلوا في واحد البوليميك ونوقعوا انفسنا بانه كاين ناس يدافعون عن الفئات الهشه، وكاين حكومه تحاول الاجهاد على المكاسب الشعبيه وضرب القدره الشعبيه وتفقير الفقراء. هذا مساله غالطه، وكنظن بان الحكومات اللي سبقت هذه الحكومه الحاليه، سواء حكومه ديال دريج طو ولا حكومة ديال الأستاذ عباس الفاسي، كانت عندها إرادة ديال إصلاح صندوق المقاصة، كانت عندها إرادة المصلح، وأنها لم تستطع أن تباشره نظرا لكلفته، كلفته السياسية، كلفته على شعبية الأحزاب، وكلفته أيضا على الناحية الإعلامية. وخصنا يعني خصنا الآن أمام خيارا كما قلت لا ثالث لهما. سيدة أبو زيد، ما وجهة نظرك في